أخبار اليوم. أهلا بكم معنا في أخبار اليوم ونشرة فنية جديدة هنتكلم فيها عن أهم الأحداث للفن والفنانين. شاهد صورة النجمة أديل لأول مرة بدون أسنان. وائل جسار في القاهرة من أجل حفلات رأس السنة. تصوير الجزء الثاني من فيلم أفاتار بداية 2016. مصطفى شعبان يصور فيلم جوز هندي بمدينة الإنتاج الإعلامي. تصرف فيلم ذا ريفيننت يثير غضب النجم ليوناردو دي كابري. صفحة محمد صبحي بالفيسبوك تحذر من حساب مزيف على انستغرام وتدشن آخر رسميا. تمتلك النجمة العالمية أديل شعبية هائلة حول العالم، وقد اعتاد الملايين حول العالم رؤيتها بإطلالات مميزة وخاطفة للأنظار. وفي صورة نادرة ظهرت بها أديل في مرحلة الطفولة، حيث لم تتغير ملامحها البريئة كثيرا وتصفيفة شعرها أيضا. وبالصورة كانت النجمة الشهيرة في ذلك الحين بدون أسنان. استقر الفنان وائل جسار على حضوره إلى القاهرة منتصف الأسبوع المقبل، وذلك من أجل التحضير لحفلته الغنائية ليلة رأس السنة، والتي ستكون في أحد الفنادق الكبرى بمدينة نصر. ويشارك في إحياء الحفل عددا من النجوم مثل أمال ماهر وعمرو ربيع والراقصة سوريا والراقصة صافي نار. أعلن المخرج الإعلامي جيمس كاميرون عن بدء تصوير الجزء الثاني من فيلم أفاتار بداية 2016 المقبل، على أن يطرح الفيلم في ديسمبر 2017. وتدور أحداث الجزء الثاني من السلسلة حول سكان بانادورا تحت الماء للبحث عن الإلهام في مياه منخفض ماريانا. صور النجم مصطفى شعبان عددا من مشاهد فيلم السينمائي الجديد جوز هندي داخل مبنى الأكاديمية بمدينة الإنتاج الإعلامي، حيث يصور الفنان مشاهد العمل يوميا لسرعة الانتهاء منه، استعدادا لبدء تصوير مسلسله أبو البنات. فيلم جوز هندي يشارك في بطولته مجموعة من الفنانين، منهم سامي مغاوري، لطفي لبيب، عماد رشاد، إنجي المقدم، والإنجليزية سارة، تأليف جوزيف فوزي وإخراج سيف يوسف. تعرض النجم السينمائي ليوناردو دي كابري لصدمة مفجعة بعدما فوجئ بتسريب نسخة عالية الجودة من فيلمه الجديد ذا ريفيننت على شبكة الإنترنت، وذلك قبل طرحه في السينمات بثلاث أسابيع، حيث من المقرر طرح الفيلم في دور العرض مع بداية السنة الجديدة 2016. حذرت الصفحة الرسمية للفنان محمد صبحي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك من حساب مزيف يتحدث باسمه عبر موقع انستغرام، داعيا متابعيه لمتابعة الحساب الرسمي الجديد وإبلاغ إدارة انستغرام عن المزيف. وبكده بتكون انتهت نشرتنا الفنية. كانت معكم وجيدة عبد اللطيف من أخبار اليوم.